أي تعليق لك في الشهادة أو الموت في شهر رمضان، مع أنه شهر الرحمة وشهر الكرم، وبالنادي الإنسان اللي ما يشهد بالإسلام نتيجة حياته تكون الموت. عندك أي تعليق على هذا العنوان؟ طبعا بالبداية اليوم نريد نتكلم عن الصيام في الإسلام، لكوني من خلفية إسلامية وقدرة المسيح في حياتي. في البداية أقول للجميع المتابعين من أصدقائنا المسلمين وحتى من الذين يعتبرون أنفسهم أعداء وهم ليس كذلك في نظري، أقول لهم كل عام وأنتم بخير، لكم جميع البركة والنعمة، نتمنى لكم الخير في كل وقت. بس اليوم نريد نوضح بعض الأمور في الإسلام وعن الصوم. الصوم فريضة في الإسلام لمدة 30 يوم من الفجر حتى غروب الشمس، يمنع المسلم عن ما يسمى فقهيا شهر البطن وشهر شهوة الفراش. فريضة فرضها عليهم الإسلام، فمن أفطره متعمدا عليه أن يقضي عليه هذا اليوم، وجب عليه القضاء الكفارة، أما أطعام 60 مسكينا في كل يوم تفطر أو تصوم 60 يوم، فريضة على كل المسلمين. كل البلدان الإسلامية من الصعب أن يأكل الشخص في شهر رمضان، تتم محاكمة الناس وبقوة القانون، لأن هذا الشيء انفرض فرض على كل مسلم ومسلمة. وأيضا نريد نتكلم عن تبريرات المسلمين في شهر رمضان، تكثر البرامج والأطباء المسلمين أيضا يتكلمون للأسف يضحكون بعلمهم على جميع الناس من أجل تبرير رمضان في سبيل الدين، يبررون الصيام 30 يوم بأن هو صالح للصحة، والعلماء يقولون الصيام مفيد للكثير من الأمراض، وأيضا يقولون الصيام يقوي المسلمين بالتقوى ويجعل الغني يشعر بالفقير ويشكرون الله. لكن من 1400 سنة المسلمين يصومون، هل زادت تقواهم عن بقية الشعوب؟ من 1400 سنة وهم يصومون، هل صحتهم أفضل من باقي الشعوب؟ من 1400 سنة وهم يصومون، هل ساعد الناس أكثر من باقي البلدان؟